السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل واحد الدرس خفيف وبسيط بزاف. المهم هذا الدرس هذا غادي ينفعكم بزاف بالنسبة للفتاح اللي كيكونوا في الجلابة أو في القفطان، فممكن أنكم تستعملوه في هذه الفتحة فهو غادي يجي رائع جدا، وكذلك غادي ينفعكم حتى في دورة العنق ديال القفاطن، حتى هي ممكن أنكم تستعملوه في الراس ديال الدورة، خصوصا اللي كنتو يعني خدمتو كملتوا الدورة ديالكم وكل شيء وبغيتوا غير تزيدوا هذاك الدرس من الفوق، فهذا غادي ينفعكم بزاف. المهم من غير أنه ممكن تستعملوا هذا الدرس كذلك في الأكمام وفي القبض، خاصة بالنسبة للجلالب اللي تكونوا خفاف. أول حاجة غادا تخدمي الدرس ديال الواحد اللي هو بشكل بسيط جدا. لاحظوا معايا مزيان، دابا الخيط الفوق وغادي نرجع في التوب بهذا الشكل وندير غرزة هنا. حاولوا أنكم تركزوا معايا، والآن غتحاولي أنك تخلي الخيط لتحت وترجعي في الراس ديال الدرس ديال الواحد، ومباشرة تلوي الخيط ثلاثة المرات على الإبرة وتجري الخيط الفوق بهذا الشكل، بحال غادا تعاودي ديري درس ديال الواحد واحد آخر. المهم دابا الخيط غادي يبقى الفوق، وترجعي في هذيك الغرزة وتعاودي ديري واحد الغريزة هنا. من بعد كنهبطوا الخيط لتحت وغادي نبداو نحبكو على هاد الخيط هذا. طبيعة الحال هاد الخيط الحجم ديالو صغير بزاف، هذاك الشيء علاش ما غاديش نديرو بزاف ديال الحبكات. هذه الحبكة الثانية، غادي نهبط كذلك الخيط لتحت ونرجع في نفس البلاصة وندير الحبكة الثالثة، وكذلك رابع حبكة. والآن غادي نطلع الخيط الفوق ونحاول أنني ندير غرزة باش نكمل هاد الدرس هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الدرس بسيط بزاف والحجم ديالو صغير، وممكن مهم غادي ينفعكم في بزاف ديال الحوايج ممكن أنكم تستعملوه. الآن غتعاودي ديري غرزة واحدة أخرى وتهبطي الخيط لتحت وترجعي فيها وتلوي مباشرة الخيط ثلاثة المرات على الإبرة وتجري الخيط الفوق، وتخلي الخيط الفوق وترجعي في هذيك الغرزة أو ما بين هذوك جوج الغرازي اللي في التوب، ترجعي فيهم وديري الدرس ديال الواحد. دابا غادي نعاودو نرجعو نديرو واحد الغرزة، من بعد تهبطي الخيط للأسفل وتعاودي ترجعي في الراس ديال هاد الدرس، مباشرة كتلوي ثلاثة اللويات على الإبرة مباشرة، يعني ماشي غديري غرزة وتعاودي ترجعي فيها. الآن كتخلي الخيط الفوق وترجعي في هذيك الغرزة وتعاودي ديري الدرس ديال الواحد ولا غرزة بهذا الشكل. الآن غادي نهبطوا الخيط لتحت ونرجعوا في هذا الخيط هذا اللي تيبان لكم الحجم ديالو صغير بزاف، ولكن ضروري تعاودوا ترجعوا فيه وديروا ربعة ديال الحبكات. خدمت دابا جوج وهذه الثالثة، وغادي نعاود نرجع فيه ونكمل الحبكة الرابعة. دابا غادي نطلع الخيط الفوق بهذا الشكل ونهبط لتحت وندير غرزة. صافي دابا كملنا هاد الدرسة الثانية، وغادي نبدا واحدة أخرى جديدة. غادي دير غرزة وتهبط الخيط لتحت وترجعي فيها وتلوي ثلاثة المرات الخيط على الإبرة وتطلعي الخيط بهذا الشكل، من بعد ترجعي فيها بغرزة. الآن الخيط كيكون الفوق وكترجعي كديري واحد الغرزة عادية، لاحظوا معايا مزيان هنا، اللي حاولوا انكم تخليوا واحد الفراغ اللي غادي نتعمروا فيه هذوك الربعة ديال الحبكات. فراغ يعني بسيط بزاف، كيف ما كتلاحظوا ربعة الحبكات يعني ما تحتاجوش الفراغ كبير. مهم الآن هذه الحبكة الأولى، الخيط دائما لتحت، الحبكة الثانية، الثالثة بهذا الشكل، والرابعة. من بعد كتطلعي الخيط الفوق وترجعي ديري غرزة باش تكملي هاد الدرس.
وهذا هو الشكل النهائي للعمل. كيف ما كتلاحظوا معايا درس خفيف وبسيط غادي يعاونكم بزاف في الفتحات اللي تيكونوا في الجلابة او في القفطان، فغادي يعاونكم بزاف. شكرا لكم كاملين، شكرا للمشاهدة.